احنا هنتفق على شيء، اي اجراء من الاجراءات اللي احنا بنرفضها كاجراءات خارج ان هي تبقى اجراءات طبيه زي الماكرو بليدنج زي التاتو في بعض الاوقات تعتبر اجراءات غير مضره. ازاي؟ انا دلوقتي واحد او واحده حصل عندها لا قدر الله حادثه والحاجب عندها طار، هي رافضه فكره الزراعه وهي افضل شيء ليها ان هي ممكن تزرع شعر في المكان ده، ممكن تستبدله بالمايكرو بليدنج، ولكن يكون معمول في مكان فيه وسائل التعقيم عالية جدا، لان هو هيحتاج ان هو يخترق الجلد وده مش صح تماما ان هو يتم بشكل كبير بدون ما يبقى فيه وسائل تعقيم، لازم يكون معمول بشكل مؤقت ما يكونش دائم، لان كل ما كانت الحاجة اللي بتتعمل عندنا بشكل مؤقت كل ما كان مشاكلها اقل، لو كانت بشكل دائم هتبقى المشاكل بتاعتها اكتر. يعني انا لو سايب مايكرو بليدنج هيقعد معايا زي التاتو، لو سايب تاتو اللي هو الدائم يقعد مده طويله هيبقى لو انا عايز اشيله مش هيحصل، مش هينفع. ليه؟ لان بيبقى داخل فيه مركبات ومواد بلاستيكيه بتدخل تخترق جوه الجلد، وبعض الاوقات لا قدر الله ممكن تسبب مشاكل اخرى زي بعض انواع السرطانات او التقرحات اللي موجوده في الجلد. عشان كده دايما نفضل لو هنلجا لحاجه زي كده يفضل دايما ان هي تتعمل مكان تعقيمه كويس، تاني حاجه ان تكون معروف ان هي ما بتقعدش مده طويله حتى لو هتكرريها كل شهرين كل ثلاثه، ولكن ده افضل بكتير قوي من هي تسبب تليف في الجلد في المنطقه ديت او تعمل لي لا قدر الله قرح في المنطقه ديت، هيبقى مشكله بعد كده في العلاج بتاعها وهتحتاج تدخل جراحي بعد كده.